بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 61 من الكتاب 29، كتاب الفتن. باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة. احنا قلنا ان الدجال هيطوف كل البلاد الا مكة والمدينة، مكة والمدينة لا يستطيع ان يدخلها، عليها ملائكة تمنعه. يبقى من طرق تجنب فتنة الدجال اما الاقامة في مكة والمدينة، او انك تقرأ فواتح سورة الكهف اذا عاصرته وعلمت انه قادم الى بلدك، او تواظب على سورة الكهف كل جمعة فيقيك الله فتنته قبل ظهوره ايضا. يبقى عندنا ايه؟ طرق مقاومة الدجال لابد كل مسلم يتعلمها ويعلمها لغيره، لان احنا في زمن الدجل. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام الترمذي في سننه الحديث الثامن بعد 400 و2000، قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. يبقى لا يجي فيها وباء المدينة، لا يأتي فيها وباء. الطاعون رمز للوباء، أي وباء في الدنيا، يعني أي مرض معدي بطريقة جماعية يسموه وباء، يسموه طاعون، العرب تسميه طاعون. لكن الطاعون في الطب الحديث ده مرض معين اسمه الطاعون بليج، يسببه ميكروب معين، واخد بالك؟ لكن الطاعون في لغة النبي صلى الله عليه وسلم والعرب هو كل مرض معدي، يدخل فيه الكوليرا، يدخل فيه السمول بوكس اللي هو الجدري، ويدخل فيه فيروس سي والايدز والحاجات دي اللي هي ايه؟ طواعين العصر. يعني أي مرض معدي بصورة جماعية كبيرة وقاتل يسموه العرب طاعون، واضح؟ يبقى لا يدخلها الأوبئة المدينة، لا يدخلها الوباء ولا يدخلها الدجال. وبعدين يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة، الله، يعني ايه؟ من أهل الكشف يعني، بيشوف الملائكة. فهمت ازاي؟ اما ان هو ربنا يكشف له على سبيل الإهانة كما كشف سيدنا جبريل في سورة ايه؟ بعير فاتح بقه كده لابو جهل لما اراد ان يتجرأ على النبي وقال التقموا، ما ابو جهل كان كافر وشاف هذه السورة. فهمت؟ بنقرا في السيرة مش كده؟ يبقى قد يكون الكشف إهانة وقد يكون الكشف كرامة. فقد يكشف له على سبيل الإهانة وقد يكشف للإنسان على سبيل الكرامة، فيحتمل إنه فعلا يرى الملائكة ولكن في صورة إيه؟ تخيفه. تتصور له الملائكة مش في هيئتها الملائكية، لا، تتصور له في صورة مخيفة تمنعه أن يدخل، تحتمل، أو أن الله يصرفه عنه لأنه يعلم أنه لا يتمكن من الدخول، واضح؟ تحتمل دي وتحتمل. طب اي احتمالين نرجح اما يظهر الدجال نسأله؟ شفت ولا انت فهمت ازاي؟ لكن الاحتمالات قائمة، ده يجوز وده يجوز، فهمت؟ مش مستبعد.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس وأسامة ابن زيد وسمرة ابن جندب ومحجن رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان يمان. يمن عند العرب تدخل من أول تهامة لحد اليمن المعروفة الوقت. كل دي اسمها يمن عند العرب. يعني ايه؟ يعني المدينة يمن، مكة يمن، لأنها تهامة، كل منطقة تهامة يسموها يمن. أو أن الإيمان يمان لأن الأنصار أصلهم من اليمن، والأنصار هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، وبدأ الإسلام ينمو ويقوى من المدينة اللي هو سكانها أوس وخزرج، وأصل الأوس والخزرج قبائل من اليمن استوطنت المدينة. تحتمل هذا المعنى، فهمت؟ يبقى ويحتمل اليمن اللي هم أهل اليمن، لأن أهل اليمن جاءوا للنبي مسلمين بغير قتال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه ولم يقاتلوا النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، فيش واحد يمني قاتل النبي، كلهم جم مسلمين منقادين إيه برغبتهم محبين. يبقى تحتمل المعاني دي كلها، يعني تحتمل تهامة كلها يمن، مكة والمدينة واليمن، كل دي ايه اسمها يقابلها نجد. فهمت بقى؟ قال: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق، اللي هي جت بقى نجد وماشي، تخش نجد تطلع بعد نجد تلاقي إيران، تطلع بعد إيران تلاقي ايه الأماكن اللي هيخرج منها الدجال. هو الدجال هيخرج من الشمال، من خراسان شمال شرق ايران اول ظهور ليه. قال: الايمان يمان والكفر من قبل المشرق، والسكينة لاهل الغنم. اهل الغنم اللي هم يعتبر ايه؟ لان الغنم هادئ وتربيته لا تحتاج الى رفع صوت ولا الى عنف، فتلاقي الناس اللي بيربوا الغنم عندهم سكينة وهدوء. كويس؟ فالسكينة في أهل الغنم، يعني الناس اللي بيربوا غنم تلاقيهم هادئين، عندهم سكينة وهدوء. وكان الغنم مال الفقير، والإبل أيام النبي مال الغني. يعني الفقير عنده غنم، غنمات وخلاص. لكن الغني عنده بقى غنم وعنده إبل وعنده بقر وعنده فرس وعنده، دي أموال الأغنياء. فهمت بقى إزاي؟ والسكينة لأهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين، أهل الخيل وأهل الوبر. الفدادين اللي هم يرفعوا صوتهم عند سوق المواشي بتاعتهم، دول اسمهم الفدادين. يبقى الفدادين الذين يرفعون أصواتهم في سوق دوابهم. والفخر والرياء عند الأغنياء دول بقى يفخروا بأموالهم ويراءوا الناس ويتكبروا عليهم. والفخر والرياء في الفدادين، أهل الخيل وأهل الوبر، أهل البدية يعني. عشان كده كانوا العرب يقول لك إيه؟ من بدا فقد جفا، يبقى جافي الطبع. يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد، يأتي المسيح اللي هو إيه؟ اللي هو المسيح الدجال. إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وأهل الوبر. دبر أحد، أيوة صح. يأتي المسيح اللي هو الدجال إذا جاء دبر أحد، اللي هو جبل أحد على حدود المدينة، يعني خلف أحد، صرفت الملائكة وجهه قبل الشام. هل خاطر ملائكي تصرفه؟ يجي له خاطر كده فيقول لك كفاية كده يروح، ولا ايه؟ ولا تمنعه من باب الكشف الإهانة؟ فهمت ازاي؟ انه غير قادر، تحتمل وتحتمل.
يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد، صرفت الملائكة وجاءوا قبل الشام وهنالك يهلك. يروح على الشام حيث ما هلكوا، لأنه هيموت فين؟ في باب لد، يقتله سيدنا المسيح ابن مريم عند باب لد، واللد في الشام اللي هي اللد دلوقتي سموها اللد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله ابن عبد الله ابن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف يقول: سمعت عمي مجمع ابن جارية الأنصاري. يبقى مجمع ابن جارية ده صحابي أنصاري مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، اللي هي مدينة اللد إلى الآن موجودة وهي تحت حكم إسرائيل حاليا، لأن هو هيبقى إيه؟ هيبقى ماشي، واليهود هم أنصاره. قال: وفي الباب عن عمران ابن حصين ونافع ابن عتبة وأبي برزة وحذيفة ابن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان. شوف كل دي روايات عن الدجال وسيدنا المسيح، وفي ناس بتنكر الدجال وتنكر نزول عيسى بن مريم من المسلمين، يبقى لا قرأ ولا فاهم ولا علم. كل دي روايات بمجموعها يبلغ حد التواتر، بمجموعها فهمت ازاي؟ التواتر المعنوي مش اللفظي، ما فيش حديث لفظه كده للمتواتر، التواتر المعنوي ان هناك حاجه اسمها دجال وان سيدنا عيسى بن مريم هينزل اخر الزمان، فما لا داعي للانكار. والى الان لحد دلوقتي في ناس بتنكر للاسف، ومقاطع على اليوتيوب وناس بتتكلم وتقعد وعك ملوش لازمه. هل هذا مستبعد في قدرة الله يعني؟ بتنكر ليه يعني؟ مستبعد على قدرة الله ان يجعل واحد امام للشر يختبر الناس في اخر الزمان؟ ايه المان؟ طب ما عمل لك ابليس طول الزمان وبيوسوس لكل الناس في وقت واحد، ما دي مش حاجة عجيبة؟ وبيكلم كل واحد بوسواسه بكل لغته، يعني له اطلاع على الافئدة وعلى عقول الناس، ومخلوق اهو، مخلوق يعتبر من ايه؟ من أسوأ خلق الله، واداله هذه الملكات دي كلها والطاقات دي كلها. ليه مستبعد يعني؟ مش عارف، هل قدرة الله عجزت؟ أنا مش عارف أنا إيه الشهوة، شهوة الاعتراض. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. الأعور الكذاب اللي هو الدجال، لأن الدجال كذاب. الأعور الدجال، وهو لأنه هو أعور العين وممسوح عين، عين عورة ممسوحة وعين يعني حتى اللي بيبصر بيها مش سليمة، تلاقيها زي عين بطافية. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني من خلقته باين إنه ناقص، مخلوقه ناقص، إزاي يبقى ربنا إذا كان هو أصلا كمخلوق ناقص الخلق، فكيف يكون بقى إله فضلا عن ذلك؟ فهمت إزاي؟ وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافرا، يعني وطبعا هذا الحديث من أمي لا يقرأ ولا يكتب إعجاز، كأن النبي قارئ كاتب، لأن لا يستطيع أن يقرأ اسم الحرف إلا المتعلم القراءة والكتاب. فهمت بقى إزاي؟ مكتوب بين عينيه كافرا، يعني إيه؟ بتجاعيد، تجاعيد جبهته تشوفها كده تلاقي مكتوب يا أخي عليها كفر، وما يشوفش التجاعيد دي ويقراها القراية دي إلا المؤمن. الكافر أو الإنسان اللي في قلبه شبهة يقول لك دي تجاعيد عادية، تجاعيد عادية، واحد زي أي واحد عنده تجاعيد كده إيه في جبهته، فرانتال رينكلز، تجاعيد بالجبهة عادية، إيه يعني؟ فهمت؟
هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ذكر ابن صائد. اسمه ابن صائد وابن صياد وصافي، ثلاث مسميات لشخص واحد ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن صياد، ابن صائد، صافي. امه كانت بتدلعه تقول له يا صافي، اسم الدلع، فاهم؟ يبقى ليه ثلاث اسماء. وعن ابي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال صحبني ابن صائد اما حجاجا واما معتمرين. ابن صائد او ابن صياد ده كان يهودي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى انه ايه، رسول دجال يعني، وكان بتأتيه اطوار غريبه ويجيله شياطين كده يخبروه بعض الاخبار، فكان يقول حاجات غريبه والناس ايه تتعجب من حاله. احيانا يقول اشياء يصيب فيها، واحيانا يقول اشياء يخطئ فيها، لكن كان غريب الاطوار. كان رجل، كان الاول صبي غريب الاطوار في عصر النبي، وكانت امه يهوديه وابوه يهودي، وكان لي الاطوار الغريبه دي خلت الصحابه لما النبي كلمهم على الدجال قال لك الظاهر الجدع ده هو ده الدجال، ظنوا فيه ان هو الدجال، واشاعوا ذلك في المدينه. وعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت هذه الاشاعه اراد ان يتحقق ذلك بنفسه. مش معنى كده ان النبي كان متشككا في امره فراح النبي ده ماشي على نور من ربه، لكن لما شاع الامر امام الصحابه الناس في المدينه وكل البيوت بتتكلم على العجائب اللي بيقولها ابن الصياد، فاصبح الناس هتلتفت اليه، فاراد النبي ان يهون من شانه وان يستكشفه بنفسه حتى يبين فساد طبعه، يوم يوئد هذه الشهره التي اشتهرها ابن صياد في المدينه في عصره. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقابله، وهنقرا ازاي قابله وكلمه والحاجات. لكن الصحابه كثير منهم كانوا يظنوا انه الدجال، ان الواد ده لما يكبر هو ده اللي هيبقى المسيح الدجال. لكن لما كبر اسلم وحج وكان عايش في المدينه، والدجال ما يدخلهاش، والدجال كافر، وبعدين انجب اولاد، والدجال لا ينجب. فكل العلامات دي خلت ايه، لكن سيدنا ابي سعيد الخدري وسيدنا جابر وسيدنا عمر وعبد الله بن عمر كانوا يحلفوا ان ابن صياد ده الدجال، يحلفوا بالرغم من ده كله. قالوا ليه؟ لانه هو لما هيخرج هيكون كافر، ما يمنع حتى لو اسلم وقاعد في المدينه، وهيمنع من دخول مكه والمدينه حال خروجه كافرا، فهمت؟ كانوا يقولوا كده. طب وانجب؟ قال لك ما حتى لو انجب، لكن اول لما يخرج هيكون ايه، لا ينجب، ويكونوا اولاده اللي دول ماتوا ويبقى ما عندوش اولاد. يعني كانوا يؤولوا كل الاحاديث والصفات على ابن صياد باي طريقه كانت، وكانوا يعتقدوا في هذا، الا انها وردت اخبار انه مات يوم الحره، يوم ايه، يوم انتهكوا ايه المدينه، ايام يزيد بن معاويه انتهك المدينه وحصل ايه جلبه، ومات حوالي الاف مؤلفه لما انتهك حرمه المدينه يزيد ابن معاويه في عصره. فقالوا انه مات في هذه الفتره، ومات في المدينه ودفن فيها، في اخبار بتقول كده، لكن وردت اخبار اخرى قالوا انه هو فقد، مش مات ولا حاجه، ما حدش شاف جثته. والاخبار انه فقد اخبار اقوى من حيث الاسناد، عن سيدنا جابر بن عبد الله، وسيدنا جابر بن عبد الله كان يحلف ان هو الدجال، يحلف، فهمت ازاي؟ يعني اختلفوا في امره الخلاصه. وانا اعتقد انه ليس هو الدجال، انا اعتقد انه ليس هو الدجال. وانه مات وانتهى امره، بدليل حديث تميم الداري، ان تميم الداري وجده محبوس في ايه، في جزيره، فازاي يبقى محبوس في جزيره وهو موجود هنا عيل، فهم؟ وبالتالي في الراجح انه ليس هو الدجال الذي اخبر عنه، لكن هو دجال من الدجاجله. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان في دجاجله كتير هيظهروا، لكن مش هو المسيح الدجال. ما هو المسيح الدجال ده اللي هو ايه، اللي هو امام الدجاجله، لكن ده في دجاجله كثيرين يظهروا في كل عصر. هو دجال، دجال لا باس لا شك، لكن مش هو اللي اخبر عنه النبي،
وليس هو صاحب سيدنا عيسى ابن مريم اللي هيكتب. واضح؟ ده الراجح والله اعلم. هنا بقى سيدنا ابي سعيد الخدري صاحب مين؟ ابن صائد حاجا. سيدنا ابي سعيد عارف في اعتقاده ان هو الدجال، فاهم؟ فبيتناقشوا مع بعض. قال صاحبني ابن صائد اما حجاجا واما معتمرين، فانطلق الناس وتركت انا وهو، فلما قعد معاهم لوحدهم، فلما خلصت به اكشعررت منه واستوحشت منه مما يقول الناس، من كتر ما طلع اشاع ان هو الدجال. سيدنا ابي سعيد لما قعدوا لوحدهم مع بعض بقى خايف منه كده، جسمه مش طايقه. فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجره، قال فابصر غنما فاخذ القدح فانطلق فاستحلب، ثم اتاني بلبن فقال لي يا ابا سعيد اشرب، فكرهت ان اشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيه، فقلت له هذا اليوم يوم صائف واني اكره فيه اللبن، بيعتذر يعني، قل له النهارده حر وانا ما بحبش اشرب لبن في الحر، لكن هو مش عايز ياخد من ايده، فاهم؟ فقلت له هذا اليوم يوم صائف واني اكره فيه اللبن، قال لي يا ابا سعيد هممت ان اخذ حبلا فاوثقه الى شجره ثم اختنق لما يقول الناس لي، يعني من كثر اشاعات الناس علي عايز اخنق نفسي، اعلق حبل في الشجره واخنق نفسي واخلص من كثر اشاعات الناس علي. ده بيقول الكلام ده بعد ما كبر واسلم، ده بعد انتقال النبي للرفيق الاعلى، فاهم؟ فقال لي يا أبا سعيد هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفي، أرأيت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي في بالمدينه؟ بيبين بيبرأ نفسه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أو لا تحل له مكة والمدينة؟ ألست من أهل المدينة وهو ذا أنطلق معك إلى مكة؟ فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعله مكذوب علي. ثم قال يا أبا سعيد والله لا أخبرنك خبرا حقا، والله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض. رجع تاني يقول الخطرافة بتاعته، يعني يعرف الدجال فين وعارف أبوه فين وأمه فين وشايفهم دلوقتي، رجع تاني يقول إيه الكلام بتاع التخاريب بتاعته تاني بعد ما كان بيتكلم كلام منطقي، فهمت إزاي؟ ثم قال يا أبا سعيد والله لا أخبرنك خبرا حقا، والله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض، فقلت تبا لك سائر اليوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة. احتبسه يعني ايه؟ منعه انه يمشي. سيدنا رسول الله شافه وهو غلام كده والكلام طالع عليه كتير، فاحتبسه عشان يتحقق من امره. وله ذؤابة يعني ضفيرة، صبي صغير له ذؤابة يعني امه مدفرة له شعره، ضفيرة واحدة. ومعه كان مع النبي ابو بكر وعمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله؟ فقال أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأن النبي خاتم النبيين والرسل، ما ينفعش تبقى رسول خلاص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ أنت بتشوف إيه؟ لأنه كان أطواره عجيبة، فالنبي عايز يتحقق منه أمام الصحابة عشان يزيل إيه؟ ما أشاعه الناس إنه من أهل خوارق العادات وإنه يعني بيعرف ويعمل وبيقول وبيسوي، يعني طلع كلام كتير.
بقت قضية رأي عام في المدينة، ويجيبوه في التوك شو بقى وشغلانة بقى كل يوم مشغولين بيها، فهمت؟ فالنبي أراد إن هو إيه؟ يخلص إيه قضيته ويتحقق من أمره أمام الناس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس فوق البحر. قال: فما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين، أو صادقين وكاذبا. يعني أحيانا أرى أشياء صادقة تصدق، وأحيانا أرى أشياء تكذب، يعني الأمور متخلطة، فهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبس عليه فدعاه، يعني اختلط عليه أمره، يعني إنسان مخلط، يبدو أنه كان عنده مرض نفسي، شيزوفرينيا، عنده تهيؤات، عنده فيجوال هلوسينيشن، يعني هلوسه بصريه، هلوسه سمعيه، ويجي له الشياطين توسوس في ودنه، يعني من هذا النوع يعني، فهمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبس عليه فدعاه. قال: وفي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وابي ذر وابن مسعود وجابر وحفصه. قال ابو يوسف: هذا حديث حسن. وعن ابي قال: حدثنا عبد الله بن معاويه الجماحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد. يبقى من علاماته الدجال أنه يولد من أب وأم يظل عقيمين 30 عاما، وبعدين في الآخر تحمل وتجيب، فهم؟ يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني كأن قلبه باستمرار منشغل منشغل منشغل، مش معناه يعني منشغل بإيه؟ بوساوس السوء، يعني عارف أنت الإنسان اللي بيبقى عنده هلاوس، تلاقي حتى وهو نايم كده الهلوسة قاعدة بتجري في قلبه برضه، فاهم؟ فعايش في هلاوس يعني. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال أبوه: طوال ضرب اللحم كأن أنفه من قار. أبو ضرب اللحم يعني خفيف ممشوق القوام، يعني مش تخين. أبوه طويل رفيع، كويس؟ أدي معنى كلامه، طوال ضرب اللحم يعني طويل رفيع، رفيع يعني خفيف ممشوق، يعني كأن أنفه من قار، زي ما بيرسموا اليهودي كده في الكاريكاتير، يعمل لك إيه؟ أنفه منقرة كده، عاملة زي المنقار، محدبة يعني. كأن أنفه من قار، وأمه امرأة فرداخية طويلة اليدين. فرداخية يعني عريضة إيه؟ المنكبين، ضخمة الثدي. يسموها فرداخية. طويلة اليدين، ايديها كمان طوال، يعني لما تبقى تمد ايدها كده توصل لتحت ركبها، لان المفروض الانسان لما يمد ايده كده توصل لحد ركبته، لكن لما توصل لتحت الركبة بشوية تبقى ايده طويل، فاهم؟ وامه امرأة فرضاخية طويلة اليدين. فقال ابو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت انا والزبير بن العوام حتى دخلنا على ابويه، فلقوا ان ابويه اللي هم والدي الدجال، ابوه طويل ورفيع ممشوق، وامه فرداخيه، وولدته اعور. الله، ايه ده؟ ده لا يكون هو ده، فاهم؟ اشتبه عليهم. حتى دخلنا على ابويه فاذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: لا. فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس. منجدل في الشمس في قطيفة، يعني مرمي، منجدل يعني مرمي على الأرض كده ملفوف في قطيفة. منجدل يعني إيه؟ يعني ساقط على الأرض كده مرمي، مدهول يعني، لغة المصريين نايم مدهول على الأرض. يبقى منجدل يعني إيه؟ يعني مدهول على الأرض، فهمت ازاي؟ دي باللغه ايه؟ علشان كده يقول لك انجدل، يعني ايه؟ يعني نام على الارض نوم الميت يعني.
فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له، يعني ملفوف في ايه؟ في قماش قطيفة. وله همهمة، والهمهمة كلام خفي غير مفهوم. بيقول ايه ده؟ مش فاهمين. يسمى هو ايه؟ همهمة. يبقى كلام خفي غير مفهوم. وله همهمة فكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. يعني هو نايم متغطي وهم بيتكلموا بينه وبين بعض. لهم قلتوا ايه؟ فاهم؟ قالوا ايه ده؟ وهو نايم بيسمع؟ قلنا: قال نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة. يعني هذه الاشياء هي اللي جعلت الصحابه تشتبه فيه. فهمت ازاي؟ ان هو بهذه الصوره. لكن هو كان انسان يهودي غريب الاطوار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا ان هو ده الدجال. لكن لما كبر اسلم وحسن اسلامه وحج وانجب وغالبا مات، بس ايه؟ مش عارفين مات فين ولا امتى. فهمت ازاي؟ اختلفت عليهم الاحوال. وعن ابي قال: حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من اصحابه فيه عمر بن الخطاب، فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند اطم بني مغاله، حصن الاطم اللي هي حصون بني مغاله، وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. النبي جاله من خلفه كده وهو ايه وبيلعب مع الصبيان، من خلفه ضربه على ايه؟ ظهره كده ينبهه. ثم قال: اتشهد اني رسول الله؟ فنظر الي ابن صياد فقال: اشهد انك رسول الاميين. يعني رسول للعرب بس، الاميين، انه مش رسول للعالمين. فاهم؟ ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد انت اني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امنت بالله وبرسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ياتيك؟ انت بتشعر بايه يا ابني؟ بيساله يعني ايه الاحوال اللي عندك دي؟ ما ياتيك؟ قال ابن صياد: ياتيني صادق وكاذب. يعني احيانا تجي لي خواطر تصدق، واحيانا تجي لي خواطر تبقى كاذبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الامر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أضمر في نفسه آية معينة أو كلمة معينة، وقال له: أنا مخبي لك حاجة، تعرف أنا في ضميري إيه؟ مخبيه لك. فهمت بقى إزاي؟ وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخ. يبقى ايه؟ الشيطان او الشياطين بتوعه بيخبروه ايه؟ بجزء من الحقيقه وليس كل الحقيقه. ويبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح يقابله قال سيدنا عمر: ان انا هختبئ لي ايه الدخان في ضميري واشوفه هيقولها ولا لا. مثلا هو بيدعي انه بيعرف ضمائر الناس. فهمت؟ يبقى اراد النبي ان يختبره. فلما قال كده سيدنا عمر لسيدنا عمر، الشيطان لقط الكلمة فراح قال له: الدخ. فهمت ازاي؟ الدخ يعني الدخان، لكن ما كملهاش. فهمت بقى المسألة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستطلع حاله ليبين أنه دجال أمام الصحابة، مش لأن النبي اختلط عليه أمره. لا، النبي لا يختلط عليه الأمور، لأن في ناس يقول لك: لا، حديث ابن صياد حديث باطل، لأنه يدل على أن النبي احترى في أمر هذا الصبي، والنبي بوحيه لا يحتار. النبي ما كانش محتار، ده الصحابه اللي احتاروا، والنبي اراد ان يحقق الامر امامهم. فهمت ازاي؟ النبي ما كانش محتار يا استاذ. يقوم لما يلاقي الحكايه كده يقول لك: لا، يبقى الحديث باطل. طب ما الحديث مروي في صحيح مسلم، يقول لك: برضه باطل. يا عم ده مروي في سنن الترمذي باسناد صحيح، برضه باطل. ما ينفعش كده، افهم صح، ولا نقعد ننقد كل الاحاديث؟ وللاسف ناس كتير تقول مثل هذا الكلام.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني يا دوب هتعرف بعض الحقائق وتخبى عنك كثير من الحقائق وتلبس عليك كثير من الحقائق، هتعيش كده متلخبط يعني. فهمت ازاي؟ يعني النبي قال في الاخر، قال لهم ايه؟ ده واد متلخبط، ما تقلقوش منه بقى، شيلوه من مخه، واد ملخبط. فهمت؟ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، اذا لي فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يكو حقا، ان يكو كما تزعم يا عمر، يعني انه الدجال، فلن تسلط عليه، لان انت لست صاحب لحيه للدجال عيسى. لو كنت بتعتقد يا عمر يعني انه هو الدجال، لن تسلط عليه. ان يكو، يعني كانه بيثبت لسيدنا عمر انه مش الدجال، لانك انت دلوقتي مسلط عليه، ما انت قدامك اهو، اللي يمنعك تقتله؟ فهمت ازاي؟ دليل انه مش الدجال. يبقى النبي هنا اراد ان ينزع من قلب سيدنا عمر ان الواد ده الدجال. فهمت بقى ازاي؟ يبقى جاء لينزع الشبهه من قلب عمر، مش النبي اللي في قلبه الشبهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يكو حقا، يعني ان يكو الدجال حقا كما تزعم يا عمر، فلن تسلط عليه، والا يكنه، ولو ما كانش هو الدجال فلا خير لك في قتله، لان ده صبي ومعاهد يهودي، واحنا بيننا وبينه معاهد، فهنقتله ازاي؟ ننقض العهد. فهمت؟ والا يكنه فلا خير لك في قتله. قال عبد الرزاق، يعني الدجال، قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب. وعن ابي قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما على الارض نفس منفوسه، نفس منفوسه يعني نفس مولوده، ما على الأرض نفس منفوسة، يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة. يعني كأن النبي أخبر إن إيه في هذا اليوم، وكان في آخر عصر النبوة صلى الله عليه وسلم، إن مفيش واحد ماشي على وجه الأرض الآن مولود إلا وبعد 100 سنة ينقضي هذا القرن كله ويجي ناس جداد، هنو كلهم ماتوا. هل يقصد الأرض هنا المدينة بس؟ وتبقى المقصد هي المدينة اللي هو عايش فيها النبي؟ تحتمل. هل يقصد الأرض كلها؟ تحتمل، الله أعلم وربنا أعلمه، إنه هذا الجيل كله اللي على وجه الأرض هينقضي في خلال 100 سنة ويتولدوا ناس جديدة. تحتمل دي وتحتمل دي. فلو قلنا إن هي الأرض بس اللي هي المدينة، يبقى خرج إيه؟ خرج الخضر، لأن الخضر على اعتقاد الجمهور أنه ما زال حيا، ويبقى ما كانش ساعتها في المدينة. واخد بالك ازاي؟ لانه يقصد ارض المدينه. وبالتالي، او ان الخضر كان ايه؟ كان في البحر وليس في الارض. ولو قلنا، وعشان كده، او الارض هي عموم الارض، الامام البخاري فهم ان هي عموم الارض فذهب الى موت الخضر، وان الخضر ميت بدليل حديث النبي، حتى لو كان حيا الى عصر النبوي يبقى مات بعد 100 سنة من هذا الخبر، يبقى ماتوا خلاص. ده رأي الإمام البخاري، فاهم أن الأرض هي مطلق الأرض. وعلشان كده اختلفوا إيه في موضوع الخضر، هل هو مات بعد هذا الحديث لو كان حيا، لو فرض أنه حي، ولا لم يمت لأن النبي يقصد أرض معلومة معينة وهي أرض المدينة التي يعيش فيها ويبقى خرج، أو أن الأرض بمعنى اليابسة، وأن من كان في البحر خرج ويبقى هو كان في البحر. كل دي يعني هذا الحديث من متشابه السنة. يعني ايه؟ يعني ليس له معنى معين واضح، لكن من متشابهات السنة، يعني يحتمل معاني كثيرة، ولا نستطيع ان نرجح معنى ونترك معنى. ليس مو متشابه السنة، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اوتيت القرآن ومثله معه، والقرآن منه محكم ومتشابه، السنة كذلك فيها محكم ومتشابه. فيبقى هذا الحديث من متشابه السنة. لكن على اي حال، ابو الطفيل وسيلة بن الأسقع مات 110 هجرية، يعني بعد 100 سنة من هذا الحديث، وقالوا ده آخر من مات من الصحابة. فهمت ازاي؟ ومات بالشام. فابتدى العلماء يحاولوا يأولوا الحديث ويفهموه بأي طريقة كان ويستطرقوا يعملوا،
لكن هذا ما زال من متشابه السنة، لأنه يحتمل معاني كثيرة، والأفضل روايته دون التعليق عليه. كل ما هو حديث متشابه نؤمن به ولا نؤوله، ونترك تأويله لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التفويض، تفوض المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الآيات المتشابهات بنعمل إيه؟ بنفوض معناها ولا نؤولها إلا لإيه؟ لمن يريد الجدال، اللي هيجادل نقعد نؤولها، نقول له تحتمل وتحتمل وتحتمل وتحتمل، علشان يعرف انها احتمالات كتيره. طيب اي احتمال ارجح؟ نقول له الله اعلم، يوم في الاخر نرده للتفويض. فهمت بقى المساله؟ قال: وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد وبريده قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وعن ابي قال: حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله وابي بكر بن سليمان وهو ابن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات ليله صلاه العشاء في اخر حياته، فلما سلم قال: ارايتكم ليلتكم هذه على راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. يعني كانها في السنة العاشرة من الهجرة، عشان كده لو انه ابو الطفيل وسيلة بن الاسقع مات 110، اخر صحابي مات 110 هجري، خدت بالك؟ قال ابن عمر: فوهل الناس، يعني الناس اختلفوا في معنى حديث النبي. وهل يعني بقى مشتبه عليهم، كل واحد يقول هو النبي يقصد ايه؟ الايام هتقوم بعد 100 سنة، يقصد ايه النبي؟ يقصد الارض دي المدينة بس، ولا يوصل الشام كمان، يوصل العراق، يوصل الارض كلها، يوصل ايه؟ قعدوا يتناقشوا. فهمت ازاي؟ ادي معنى وهل الناس. فوهل الناس يعني ذهب كل الى وهمه، وهل يعني ذهب كل واحد الى وهم، يعني فهم مختلف عن الاخر. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه الاحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، ينقضي ذلك القرن، الجيل كله يموت. فهم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح. ونقف على باب ما جاء في النهي عن سب الرياح غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.